احبائي شخصيه المسيح شخصيه متميزه شخصيه فريده شخصيه متفوقه جدا عارفين يسوع المسيح ولد من عذراء ولاده عذراويه يسوع المسيح هو الوحيد بلا خطيه لم يفعل خطيه منزه عن الخطيه كامل قدوس يعني منفصل عن الخطاه كامل شيء ثالث المسيح تمم مئات من النبوات في مجيئه الأول وفي مجيء الثاني أيضا هاي النبوات استحالة تم واحدة أو تنتين في شخص واحد فكون النبوات تتم في شخص واحد هذا اندل على شيء بدل الله ساهر على كلمته ليجريها وأنه شخصية المسيح شخصية غير عادية جاء إلى عالمنا بشكل غير عادي ولكن ولد من عذراء شيء رابع المسيح هو الوحيد الذي نقول عنه إنسان كامل بلا خطية إله كامل أنا بعرف أنه كثير من أحبائنا مشاهدينا لا يستسيغ هذه الفكرة فالمسيحية تقدم الله كثالوث قدوس الآب والابن والروح القدس الله الاب له وجود ذاتي. الله الابن هو كلمه الله الناطق العقل الالهي والروح طبعا روح الله. فاذا لا استطيع ان اعبد اله مجرد بيعلن عن صفاته في وقت معين فهذا ليس اله وليس كامل فهو اله كامل يتطور مع الزمن ولكن منذ الازل الله له وجود ذاتي له كلمه في عقل وكلمه وروح ايضا فاذا استحاله اعبد اله ما عندوش حياه صعب اعبد اله ما هوش كلمه ناطق يستطيع ان يقول كن فيكون اقصد يسوع الذي يقول كن فيكون وهكذا احبائي الكتاب قدم يسوع انه المحبه المتجسد انه نور العالم تعليم المسيح ليس له مثيل معجزات المسيح خارقه معاملات المسيح متفوقه انظر كيف تعامل مع الاعمى كيف تعامل مع الخطاه كيف اتعامل مع حتى الاعداء كيف اتعامل مع كل نوعيات الناس مع الاطفال مع النساء مع مع الزانيه مع كل نوعيات الناس كانت معاملات لطيفه متميزه جدا ثم أحبائي ولد المسيح لكي يكون المخلص والفادي أيضا وهذه الكلمة لا تطلق إلا على الله الله هو المخلص بحسب العهد القديم عدة آيات في هوشع في إشعياء أن الله هو المخلص فإذا العهد الجديد يقول عن يسوع أنه هو المخلص والذي يخلص من الخطية الناس تعبت اجوا انبياء كثيرون وكلمات كثيره سعموا وكل انواع الاعلانات ولكن لم تغير قلب وحياه الانسان اخيرا جاء يسوع وولد من عذراء عاش حياه خاليه من الخطيه علم صنع معجزات ولكن الشيء المتميز في المسيح مش اجا حتى يكون سوبرمان يفرج معجزات وتعليم واشياء متفوقه كان انسان كامل تعاطف مع جسم بشريتنا، تعاطف معنا لكي يفدينا. ثم بما انه الانسان الكامل صنع فداء وكفاره لكل البشريه. فاذا يسوع المسيح متميز، متميز. فالمسيح جاء ولد لكي يموت، يموت على الصليب نعم، صليب العار، ولكننا نفتخر انه مات واخذ مكاننا وعقابنا، عقاب كل خطايا البشريه. ولكن تصريحات المسيح لازم ننتبه لها اتكلم عن القيامة المسيح أقام الموتى بل أقام نفسه من الموت ما فيش أي شخصية في كل الوجود تستطيع أن تقيم نفسها المسيح أقام نفسه وظهر للتلاميذ أربعين يوم وصعد إلى السماء أمام التلاميذ وأرسل الروح القدس وابتدأت الكنيسة هذا ما يميز شخصية المسيح لم يرسل جيش بل ناس تألمت وماتت من أجل رسالة يسوع المسيح من أجل هذا نحن نفتخر بيسوع المسيح المتميز